خصهم يهرسوا القهوة بالحليب أو كافي كريم أو كافي أولي. شنو رأيك دكتور عماد؟ كنذكر أنك دكتور الصيدلة والكثير من الأبحاث الطبية اللي بينات أنه مشروب عسير الهضم جدا جدا وعلى أنه قاعدة سيئة للصحة. أنت شنو رأيك؟ فكيميائيا عندنا الكافيين وعندنا البروتيين. الكافيين هي واحد المادة كيميائية اللي كتبقى ديما حالة يديها بحال هكا، وأي جسم كيلتصق بها كتشدو. إذن ملي كتلتصق لينا البروتيين مع الكافيين، هذاك المركب كيتولي الداس ديالنا صعيب تخلص منه، كيولي غير كيدور. إذن كيدور لنا في الجهاز الهضمي، ما كيتهضم وما كتخلصش منه الداس. إذن حتى كدوز واحد المدة طويلة. ولكن تصور معايا الإنسان اللي كيشرب هذا الكافي ولا يعني القهوة حليب ثلاثة المرات في النهار، وكيزيد لغد ليه وكيزيد لغد ليه، فهنا كنهضروا على المدة. إذن غير يوصل واحد الشهر غادي يولي عنده مشاكل ديال الهضم، غادي يولي عنده مشاكل ديال المصارن، أن المصارن كيولي فيهم واحد الألم صعيب. ومع الوقت كتولي كتعطينا هذا المشكل ديال عسر الهضم. أنت خبير في المواد الطبيعية، القهوة اليوم متوفرة في الأسواق بأشكال بنكهات وبأسعار مختلفة. كاين القهوة اللي غتمشي وغيطحنوها لك في ساعتها وغيطحن على يديك، كاين الناس اللي ولاو اليوم كيفضلوا يشريو حبوب القهوة هكذاك وياخذوا آلة اللي كطحنهم ويشربوها طرية، كاين الناس اللي غيشريو القهوة مطحونة في المحلة التجارية الكبرى، وكاين القهوة سريعة الذوبان. شنو الفرق بين هاد الأشكال؟ أشكال دكتور عماد، واش القهوة سريعة الذوبان فيها مخاطر للصحة؟ لأن هناك دراسات أيضا اللي كتكلم على ربما أنها تقدر تكون فيها خطورة للصحة. بغينا نفهموا علاش وكيفاش. فغنستفهم أختي سناء، إذا غادي نمشيو مع الناس اللي كيشتريوا القهوة حبوب وكيطحنوها في دارهم. يا سلام، هادو التوب. هذا احسن ما ممكن نديرو. اكيد هادو التوب، لان غنرجعوا للحياه ديالنا القديمه المغربيه. راه كانوا الناس عندهم داك اللي يعني الخشبيه اللي كطحن القهوه وكيصايبوها ديك الساعه. اذا هادو نوصيهم على حاجه وحده، ذوقوا جيرانكم من يطحنوا القهوه لانه الريحه كتطيح في الدار. الثانيه كنمشيو عند الناس اللي كيمشيو عند السيد وكيطحن لهم حبوب القهوه وكيديروها. الثالثه اننا كناخذوا الحبوب ديال الامبالي اكيد. واخر مرتبه كتجينا القهوه سريعه الذوبان. القهوه سريعه الذوبان عفوا باش يعرفوها الناس يفهموها شنو هي، كنجيبوا القهوه مصايبه وكنشفوها، كنحيدوا منها الماء. اذا ملي كيحيد الماء كيوليو عندنا ان غرانولي، يعني كيوليو عندنا حبيبات، وهما اللي كتكون القهوه. اكيد ان كتزاد عليها شويه ديال المواد الحافظه وكتزاد الامور باش تدوم اكثر، غير هو ما نكثروش منها. دابا القهوه سريعه الذوبان راه هي كونسونطري اصلا، بحال الحليب اللي كيكون كونسونطري. اذا بعض الناس انا كنشوفهم كيمشيو حتى لثلاثه ديال المعالق صغار، اللي كيمشيو حتى لكنز اش منا راه 30 غرام تما ديال القهوه، وكيخلطوها مع الماء، فكتولي لا كونسونطراسيون، كتولي تما عندنا ازيد من خمسه ديال لي طاس ديال القهوه. اذا ناخذ معلقه صغيره، من الاحسن انا كنقول في كاس كبير ديال الماء يكون مغلي. الناس اللي ما كتقدش دير نص معلقه صغيره في كاس صغير ديال الماء مغلي، يعني اللي هو العنبه، وهكا غادي تستافدوا منها احسن.